جو علي فصل الربيع يا صاحبي جاء مطر هزيع ماء وفيع ها قد أتى فصل الشتاء ثلج جليد برد شديد وندى تلألأ بالصفا صنع البديع فله الثناء شمس مشرقة ذهبية وسماء زرقاء نقية أرض فوق ثراها نحيا فاعلم يا لجمال الدنيا وسحاب يسبح بسماء برق راد في الأجواء صيف ذهب خريف جاء يستقبل فصل الشتاء ضغط جوي وحرارة ورطوبة جو ورياح كي تفهم كي لا تحتار هذه عناصر المناخ أهو الوقت الأكثر حرارة في اليوم؟ شتشت هل أنهيت بطارية الكريستال؟ المعلمة تنتظرها لتقوم بتركيبها في المحطة هاي إن شاء الله ستجهز انتهيت مولدة طاقة جميلة الحرارة الآن 30 درجة مئوية إذا تخطت الحرارة 38 درجة فستنفجر أعلم دعيني أقوم بإيصالك شكرا هذا لطف منك بطارية كريستال شيء جميل يجب أن أفكر في طريقة للحصول عليها نعم الطقس حار اليوم لو بقيت في المنزل لتمتعت بنفيف الهواء وشربت العصير البارد سأدعوك لتناول العسل المثلج حين نعود من محطة الأرصاد ماذا؟ عسل مثلج؟ سأخذه بسرعة يهو لا لا انتبه سأحصل على البطارية الآن لا 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 توقف لا توقف توقف هاي ماذا تعال معي كله منك شتشت ماذا لا يمكن هذا لم اشعر بانني اصطدمت بشيء هل شعرت لا لم اشعر ابدا صغير المسكين لم يكن علي أن أحضرك لو كنت أعرف أن هذا سيحصل أظل مخطئة أنت السبب كله منك شتشت أنت السبب صغيري أنا لم أقصد ذلك أبدا لا تتهرب أنت الفاعل هذا يبدو كلون مائي سأرى ماذا؟ شاهد ماذا تقولين؟ جيجي جيجي حزينة جدا كيف تقولين هذا؟ كيف تقولين هذا؟ ما هذا؟ هاي لما لم تنتبه لأنبوبة الألوان لما؟ أنا لم أفعل فلنهرب شريران لا أفهم ماذا يريدان؟ لما فعلا ذلك؟ بطارية الكريستال بطارية الكريستال مع السلامة توقف أعد البطارية لي أعدها فورا لا أرداء الهائنة ليتمكن كلبوش من أخذ البطارية معك حق شهد لم يأخذ صندوق التبريد معه ستنفجر البطارية إن ارتفعت الحرارة ماذا سنفعل؟ إن الحرارة ترتفع وجدتها تقوس في مهمة الطيران اليوم سأجعله يعيد البطارية أي شاهد أنا قادم وصندوق تبريدي معي اطمئني سوف أتأكد من إعادة البطارية في الموعد جيد شاهد ما هي درجة الحرارة الآن؟ سوف أرى 12 ظهرا كم تبلغ درجة الحرارة؟
الحرارة 36، لا أعتقد أنها سترتفع أكثر ما دمنا عند الظهيرة. لا يزال لدينا وقت لإيجاد كلبوش. كلا، إن الحرارة لا تزال ترتفع. كيف؟ الوقت الآن هو أكثر الأوقات حرارة في اليوم، كيف سترتفع أكثر؟ مخطئ، درجة الحرارة العظمى ليست في منتصف النهار، إنها بين الثانية والثانية والنصف. حقا؟ ولماذا؟ بالإضافة إلى الجزء الصغير من الحرارة المنعكس ثانية إلى الفضاء، فقط 14% من الحرارة يمتصها الهواء والباقي تمتصها الأرض، وبعد أن تمتص الأرض الحرارة تطلقها ثانية إلى الهواء، وتبقى درجة حرارة الهواء في ارتفاع، ولكن درجة الحرارة على الأرض ترتفع ببطء أكثر بعد امتصاص أشعة الشمس وحتى في وقت الظهيرة، رغم أن أشعة الشمس تكون عمودية ومباشرة على الأرض والهواء يستقبل أعلى درجة حرارة، إلا أن درجة حرارة الأرض لم تصل للذروة وسترتفع أكثر وتمرر حرارة أكثر للهواء، وبعد الظهر تستمر درجة حرارة الأرض في ارتفاع حتى الساعة الثانية مساء، عندما ترتفع درجة حرارة سطح الأرض إلى أعلى درجة وتنبعث الحرارة العالية في الهواء أكثر، لذا أعلى درجة حرارة في النهار تكون عند الساعة الثانية بعد الظهر. بسمة بسمة كلمة ورسمة، انظر إلى تلك الخيول. بني، لا أصدق أنه قوي جدا. إنه أقوى مني ومنك. ما الأمر؟ أرجوكم هدوء، لا أستطيع أن أنام. البرنامج التالي. كلمة ورسمة. حصلت على بطارية الكريستال أخيرا. لا تنسى حصتنا، نحن ساعدناك في الحصول عليها. اطمئنا، لن أنسى طبعا. يبدو أنني سأنساهما أيضا. يحلمان. شاد شاد شاد، اطمئنا، لقد وجدت الكلب كلبوش. أحسنت، يجب أن تنذر البطارية في أسرع وقت ممكن، لم يبقى لدينا وقت. توقف يا كلبوش، البطارية ستنفجر، هذا خطر عليك وعلينا، توقف. ابتعد يا طقوس، أنا لا أصدقك، ابتعد، هيا ابتعد من هنا. يعتقد أنني ساذج. متهور، بل متهور جدا. درجة الحرارة حوالي 38. لا يوجد سوى طريقة واحدة. ابتعد، ابتعد عني يا طقوس، ابتعد. شاهد شاهد شاهد، وقعت البطارية في الماء، زال الخطر وحلت الأزمة، وأخيرا استحممت يا كلبوش. طقس جميل، جو عليل، فصل الربيع يا صاحبي جاء، مطر غزير، ماء وفيع، ها قد أتى فصل الشتاء، ثلج جليد، برد شديد، وندى تلألأ بالصفا، صنع البديع فله الثناء، شمس مشرقة ذهبية، وسماء زرقاء نقية، أرض فوق ثراها نحيا، فاعلم يا لجمال الدنيا، وسحاب يسبح بسماء، برق رعد في الأجواء، صيف ذهب خريف جاء، يستقبل فصل الشتاء، ضغط جوي وحرارة، ورطوبة جو ورياح، كي تفهم كي لا تحتار، هذه عناصر المناخ.
طقس جميل جو عليل فصل الربيع يا صاحبي جاء مطر غزير ماء وفيع ما قد أتى فصل الشتاء ثلج جليل برد شديد وندى تلألأ بالصفا صنع البديع فله الثناء شمس مشرقة ذهبية وسماء زرقاء نقية أرض فوق ثراها نحيا فاعلم يا لجمال الدنيا وسحاب يسبح بسماء برق رعد في الأجواء صيف ذهب خريف جاء يستقبل فصل الشتاء ضغط جوي وحرارة ورطوبة جو ورياح كي تفهم كي لا تحتار هذه عناصر المناخ